احنا كوزاره ماليه ومصلحه الضرائب كنا قدمنا الطعن على قرار لجنه الطعن، وده بناء على قرار او حكم مجلس الدوله او المحكمه الاداريه. احنا هنشوف ايه الموقف، ان احنا لسه الحكم ما صدرش، ده مجرد تقرير هيئه المفوضين، وبناء عليه سنقرر موقفنا عندما يصدر الحكم ان شاء الله. انتظار الحكم يعني القضائي، انتظار الحكم ونشوف الحيثيات وبناء عليه سنقرر. يعني احنا لسه الحكم ده زي ما راح كده تقرير هيئه مفوضي الدوله، وبالتالي الحكم النهائي لم يصدر. ده يعني الحكم ده هو يعني اللي احنا بنقول عليه عنوان الحقيقه، ومجرد ما يصدر الحكم احنا سنرى ما يجب عمله. يعني بس ده ما بيديش مؤشر لوزاره الماليه ومصلحه الضرائب في هذه القضيه يعني؟ لا، احنا راينا ان احنا على حق، لان احنا من وجهه نظرنا احنا الصفقه خاضعه للضريبه، وبالتالي بناء على كده قدمنا طعننا على قرار لجنه الطعن. فاحنا يعني هيئه مفوضي الدوله هو الى حد كبير وفقا للمعطيات اللي عندنا، انا لسه ما اطلعناش طبعا على التقرير، ولكن وفقا للمعطيات اللي عندنا التقرير بيؤيد راي مصلحه الضرائب ووزاره الماليه، وبالتالي بناء على الحكم المحكمه اذا كان سينتهي في صالح وزاره الماليه فهيبقى ده يؤكد ان احنا كنا على حق.